بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفي النهاردة فرص لأمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق السريعة ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. في البداية طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، أجواء خريفية معتدلة على كافة الأنحاء بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأيضا كتل هوائية معتدلة تماما قادمة من على البحر المتوسط، كتل هوائية شمالية بتؤدي لاعتدال الأجواء وإحساسنا بالأجواء الخريفية المعتدلة فترة النهار على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، أجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار ده مع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل وخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بيوصل ل 10 أو 12 درجة مئوية في بعض الأماكن، والأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. أيضا اليوم مستمر معانا سقوط الأمطار، يمكن بدأ خلال ساعات الصباح على محافظة الإسكندرية، ففي استمرار لفرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. أيضا الأمطار اليوم هتمتد أمطار لبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر عند حلايب وشلاتين ومرسى علم، لكن فرص الأمطار اليوم إن شاء الله كلها فرص أمطار خفيفة في أغلب المناطق وهتكون على فترات متقطعة. بالإضافة كمان إن هيبدأ معانا تكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. مهم جدا قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا بالهم من تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. ايضا اليوم هيكون في نشاط للرياح، يمكن نشاط الرياح هيحسسنا اكتر بانخفاض درجات الحراره والاجواء الخريفيه، لكن هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه عند اقصى غرب البلاد تحديدا عند السلوم، يعني مش هياثر على باقي قطاعات الجمهوريه. يمكن الاجواء دي هتستمر معانا اليوم، لكن غدا ان شاء الله ومع بدايات الاسبوع القادم هنبدا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه مع ارتفاع طفيف في درجات الحراره على اغلب الانحاء. طيب على ذكر اسكندريه من شويه لما حضرتك اتكلمتي معانا، طمنينا على النوه في اسكندريه وخصوصا ميعادها الايام دي. هو طبعا محافظة الإسكندرية بتشهد في 72 ساعة الماضية سقوط أمطار، وده مكمل معانا اليوم، لكن إن شاء الله سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية هينتهي اليوم، ومن غدا إن شاء الله مع وجود المرتفع الجوي هتبدأ فرص الأمطار تتلاشى تماما، وهيبقى من على أغلب قطاعات الجمهورية وكمان محافظة الإسكندرية بإذن الله. نشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في أغلب محافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 24 أو الصغرى 18، العاصمة الإدارية 24-17، اسكندرية 23-17، العلمين الجديدة 23-17، مطروح 24-15، دمياط 23-18، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 24-14، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 15، العريش 23-17، كاترين 18-12، طابة 23-19، حلايب 25-21، شلاتين 27-21، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 27-20، الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى فيها 15، بني سويف 24-14، الوادي الجديد 25-10، أسيوط 25-13، سوهاج 25-15، قنا 26-14، الأقصر 27-16، وأسوان العظمى فيها 28 والصغرى 17. ونرجع مرة تانية لأحمد ومنا نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمي.